السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجد المشترك المناخي الفرنسي. إذا أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الكوغ ديال برودوي سكالار، داكوغ؟ برودوي سكالار. طبعا الحال إن شاء الله غادي نركز فقط على ليسونسيال دو كوغ، سكو فو دوفي روتونيغ، داكوغ؟ Donc tout d'abord, c'est quoi un produit scalaire? Le produit scalaire est un nombre réel, d'accord, qui est défini par le produit de deux vecteurs. Donc, filmé qu'on a un des produits de deux vecteurs, le produit est un produit scalaire de deux vecteurs. Par exemple, un du U fois V. Cette fois, on a brûlé le point, point RKF, d'accord, mais là, on dit une multiplication comme ça. هاد ليكريتور تتبان لنا U فوا V و تنقراوها فيكتور U سكالير فيكتور V. دونك شنو تتساوي هادي؟ باغ ديفينيسيون كتساوي لا نورم ديال U، سافي دير لا لونغور ديال فيكتور U فوا لا نورم ديال فيكتور V، داكوغ، فوا كوسينوس ديال لونغ لي هي كومبخي اونتخ فيكتور U اي V. D'accord? Très bien. Supposons que nous avons AB, il y a le vecteur U, ou vers il y a le vecteur AC. Donc, je vais vous dire, à tous les adnans, l'écriture a dit, la norme du vecteur AB est maximum comme ça, alors on va directement AB. D'accord? Fois la norme du vecteur AC est maximum comme ça, donc on va directement AC. Fois cosinus de l'âge, fois cosinus de l'angle, lié compris entre vecteur AB ou AC. Nous pouvons écrire bien comme ça, il est vrai. Maintenant, il est juste dit maintenant, on cherche le vecteur AB, on cherche le vecteur AC. L'angle lié compris entre vecteur AB ou AC, là, il y a en fait l'angle BAC. On va dire que c'est l'orientation. On a d'ailleurs regardé واحد l'angle lié géométrique. D'accord, voilà. اذا هنايا واحد الحاجه مهمه نعقل عليها مزيان، انه ملي تنهضر على لا نورم ديال فيكتور AB، راه هنا هاد لا نورم ديال فيكتور AB شنو تنقصد بها؟ انا تنقصد به لا ديستانس AB او بيان لا لونغور ديال فيكتور AB. لا لونغور ديال فيكتور AB سي اكزاكتومون لا ديستانس AB. دونك هاد ليكريتور simplification ديالها هي هادي. شنو تنقرا هاد ليكريتور؟ تنقرا لا نورم دو فيكتور AB، سا فو دير لا لونغور ديال هاديك الفيكتور اللي هو اكزاكتومون سي لا ديسونس AB. داكوغ، حاجة أخرى إيسونسيل تاهي خصني نعقل عليها، أنه ملي تتكون عندي AB أو كاري سي اكزاكتومون فيكتور AB أو كاري سي اكزاكتومون AB. المهم يمكن لي غير نديمونطري لها انطلاقا غير من هاد الشيء اللي عندي هنا. الا خديت باغ اكزومبل نديرو لها ديمونستراسيون هادي، دونك او كاري سي بحال عندنا ا بي سكالار ا بي، راه الا ضربت ا بي فو ا بي سي ا بي او كاري، داكوغ. وهادي الا طبقت هادي هاد الشيء اللي كاين عندي هنا اش غتولي؟ غتولي ا بي فو ا بي فو كوسينوس ديال لونغ اللي بين ا بي و ا بي، وهنا عندي ميم فيكتور، يعني غتكون زيرو. يكون لي دو فيكتور بحال عندنا دو فيكتور كونفوندي. اذا لونغ لي بين فيكتور ا بي و لو ميم توجور راه هي زيرو. داكوغ، كوسينوس زيرو شنو تيساوي؟ سي ان، اي ان فوا ا بي فوا ا بي سي ا بي او كاري. راني بينت ان هادي كتساوي، دونك هذا الله يرضي عليكم ا روتونيغ تنحتاجوه في لي زيكزيرسيس. فوالا تخي بيان. باغ لا سويت شنو يمكن ليا ندير هنايا؟ انا عارف واحد حويجات اخرى عندها علاقه بالبرودوي سكالير ديال دو فيكتور. انا باغ اكزومبل الا كان عندي في لو كا ديال انه يكون عندنا اس، ناخذ اس هنايا، ناخذ ا بي باغ اكزومبل هنايا، داكوغ. غادي نشوفو دابا البرودوي سكالير الغولاسيون ديالو مع بروجيكسيون ا بي سكالير ا سي. باغفوا الى بغيت نحسب ا بي سكالير ا سي،
qu'il y a une projection par exemple sur AC ou bien sur AB. On a notre projection d'un vecteur sur l'autre. Et même des projections AB sur AC ou là AC sur AB. AC un des horizontaux, donc on a des projections d'AB sur AC. Déjà, à la AC, donc on a des projections d'AB sur Ftardouana projection, on a une projection orthogonale. Ftardouana projection de B sur AC, il y a H, voilà. Par définition, regardez, AB scalaire AC, on a des projections sur AC, donc je vais dire, vecteur AC, à pas, mais vecteur AB projection de la AC, à lui-même, projection de B sur AC, à H. Donc, AB, va remplacer B à H. Le vecteur AH, il y a une projection de AB sur AC. D'accord? Ou AC, on va faire la place. Je voulais dire un dîner. Ou là, tu as deux vecteurs, je trouve AC ou AH. Donc, on se met deux vecteurs collinéaires. D'un petit toit de l'anneau, c'est mon staré. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il y a un petit peu de deux vecteurs collinéaires. Ou à le même sens. يمكن لي نحيد هاد الاسهم بجوج نجي نكتب ديريكتومون ا اش فوا ا سي. شوف كنقول دو فيكتور كولينيير راه يقدروا يكونوا منطابقين عندهم بحال هنايا سون اكزيست سور ميم اكس بجوجهم كيتواجدوا على نفس المستقيم ياك وعندهم ميم سونس لو سونس ديال ا اش فيغ لا دروات لو سونس ديال ا سي تاهو فيغ لا دروات دونك بويسكيل سون كولينيير وعند دو ميم سونس يمكن لي نحيد غير الاسهم وندير ا اش فاس كي اللي غادي يقول لي القوس فين مشى الا طبقنا لا ديفينيسيون علاش لانه الا جيت كاع درت فوا كوسينوس ديال ا اش ا سي الكوسينوس ديال هذيك اللونغ اللي بين ا اش و ا سي لي دو زونغ راه سون كونفوندي وعند دو ميم سونس دونك ملي تيكونوا كونفوندي وعند دو ميم سونس راه تتكون لونغ بيناتهم هي زيرو الكوسينوس ديال زيرو سي ان دونك كاع الا درت كوسينوس زيرو هنا راه تولي عندي هنا ان وان فوا هذا تبقى ليا غير هاد ليكريتور هادي دونك دو فاسون جينيرال الله يرضي عليك ملي يكون عندنا انا نعطيك اكزومبل مثلا تخيل عندنا واحد الفيكتور داير هاك ام ان وفيكتور اخرى داير هاك كاس شوف نفترضوا انه هادو عندهم ميم دايريكسيون يعني ها الا درت واحد لا دوات هنا و دوات هنا غادي يبانوا لينا باراليل في هاد الحاله الا قلت لك حسب ليا بروجيكس برودوي سكالير ديال ام ان فوا كا سي بوي كي سون كولينير مي تنقول كولينير راه اما متوازي داكور يعني عندهم ميم دايريكسيون ولا تيكونوا على نفس المستقيم هادو كولينير وعندهم ميم سونس دونك كولينير عندهم ميم سونس نحيدو هاد لي دو فلوش نكتب غير لا ديسونس ام ان فوا كاسي هادي نعقل على الله ذلكم قاعده نعقل عليها داكوغ هادي دي كا بارتيكوليير لهاد القاعده اللي هي جينيرال داكوغ مزيان ممكن نلقاو عاوتاني واحد الفيغور اخر اللي بحال هاك مي كوم سا عندي مثلا هنايا عندي سي هنايا ممكن نلقى فيكتور ابي بي هاد الشكل هذا شوف هنا كانت عندنا واحد لونجل ايغو هنا ولات عندنا واحد لونجل اوبتوس منفرجة في 90 درجة انا الا بغيت نحسب ابي سكالر اسي الا افترضنا بغينا نستعملو البروجيكسيون اما غادي ندير البروجيكسيون ديال اسي سو ابي ولا ابي سو اسي بويسكو اسي عندي اوريزونتال دونك نخليها وندير البروجيكسيون ديال ابي سو اسي ارا ديجا سور اسي باش ندير بروجيكسيون اورتوغونال ديال بي سور اسي تكون تقريبا بحال هكا نسمي هادي اش اذا شنو ندير غادي نعتبر البروجيكسيون سور اسي ا بي فيكتور ا بي نعوضها ب البروجيكسيون ديالها سور اسي بروجيكسيون ديال ا بي سور اسي راه هي فيكتور ا اش هيا نعوض ا بي بي ا اش سكالر و اسي تبقى في بلاصه لانو اصلا درت بروجيكسيون على اسي هنا باش نكمل هاد لي دو فيكتور ا اش سكالير ا سي هادي بار ديفينيسيون عقل على النار ديالي شوف اس درت البروجيكسيون على اس دونك ا سي غادي تبقى ها هي خليت و ا بي بروجيكسيون ديال على ا سي بروجيكسيون ديال ا سو ا سي راه هي بروجيكسيون ديال بي سو ا سي راه هي اش دونك ا بي تنعوضها بالايماج ديال اللي هي ا اش او بيان بالبروجيكسيون ديال بروجيكسيون ديال اللي هي ا اش فوالا بار لا سويت شنو غادي ندير هنا ا اش سكالير AC هاد لي دو فيكتور ها AC
شنو تيبان لي هاد لي دو فيكتور سون كولينيير. علاش كولينيير؟ لانه تيتواجدوا على نفس مستقيم. دو فيكتور كولينيير نعرض عليكم نذكركم بها. دو فيكتور كولينيير كاين عندنا دو تيب او بيان دو كا. الحاله الاولى تيكونوا كيتواجدوا لي دو فيكتور على ميم اكس، يكون عندنا ميم سونس ولا ما عندوش، ما تهمناش هنا لو سونس. داكور، اذا كانوا تيتواجدوا على نفس لاكس ولو سونس ديالو يكون عندنا ميم سونس ولا ما عندوش ميم سونس، راه تنقولوا عليهم كولينيير. اولا ممكن تكون عندنا حاله اخرى ديال دو فيكتور اللي تيكونوا عندنا ميم دايريكسيون، بحال هادو مثلا. هاد الا درت هاد لاطوات هادو هذا راه سون باراليل. دونك ملي تيبان لي دو فيكتور باراليل هادو تما تنقولوا عليهم عندهم، كنقولوا عليهم كولينيير. يكون عندهم ميم سونس ولا ما يكونش عندهم ميم سونس، ما تهمناش لو سونس بالنسبه للكولينيير. داكور فوالا. دونك شوف معايا ا سو ا اش سون كولينير، واش عندو ميم سونس؟ ما عندهاش ميم سونس. ملي تيكون عندنا برودوي سكالير ديال دو فيكتور كولينير وما عندهمش ميم سونس، هنا راه عندهم دو سونس اوبوزيت، منحيان متعاكسان. ملي تيكون عندنا منحيان متعاكسان راه تنديرو هنا موان، كنحيدو هاد لي فلاش وكندير واحد الموان، موان ا اش فوا اس. كاين اللي غادي يبغي يعرف هذيك الموان من جات. اون فات راه الا جينا طبقنا هاد التعريف اللي عطينا هنا، غنجي ندير ا اش فوا اس في الكوسينوس ديالاش ديال لونغ اللي بين ا سي و ا اش، يعني تكون ها ا سي وها اش، يعني تكون هاد لونغ هاد وهاد لونغ شحال لا ميزور ديال هادي راه 180 درجه، يعني بي والكوسينوس ديال بي شحال تيساوي. الا جيت ندير ا اش يعني نجي ندير بحال ا اش فوا ا سي فوا كوسينوس لونغ اللي بين ا اش و فوالا و اسي، راه تولي عندي ا اش فوا اسي فوا كوسينوس ديالاش لونغ اللي بين الفيكتور اسي و ا اش راه هي بي. وشحال الكوسينوس ديال بي؟ كوسينوس ديال بي راه هو موان زان. دونك موان زان ملي نضربها في هادي تولي عندي موان ا اش فوا اسي. انا دابا شرحت لكم من جهة هاد الموان هادي. داكوغ، دونك نتوما ا روتونيغ. الله يرضي عليك، ملي تكون عندك برودوي سكالير ديال دو فيكتور كولينيير إلا عندهم ميم سونس كنحيدو لي فلوش تبقى ا اش فوا اسي، إلا ما عندهمش ميم سونس يعني عندهم دو سونس اوبوزي كنحيدو لي فلوش وندير واحد لو موان هنايا. هادي تخي سامبوغتون وغادي تحتاجوها في الفيزيك الله يرضي عليكم، في لا ميكانيك هادي تحفظ هادي تعقلو عليها الله يرضي عليكم. داكوغ تخي بيان. ابخي ان شاء الله ملي نسالي الشرح ديال الكور غندير لكم ديز ابليكاسيون باش تفهموا هاد القواعد مزيان. غادي نمشي لحاجه اخرى. دونك شنو درنا هنايا؟ فوالا تري بيان. دابا غادي نمشي نشرح واحد الحاجه مهمه نذكركم بها وتا هي اوتونير تيوريم دو دو كاشي. تيوريم دال كاشي دال كاشي فار. شنو هي تيوريم دال كاشي؟ هاد كاشي واحد العالم اللي هو عربي داكوغ سميتو الكاشي. داكوغ هاد العالم هذا عطانا واحد الغوغاسيون جينيرال التيوريم ديال بيتاغور مغارس بيتاغورس. هذا جا عطانا واحد التيوريم اللي هي جينيرال، واحد القاعدة اللي هي عام. يكون عندنا تريون كيف ما بغي يكون مثلا وعلى وفينا هو ا بي سي. الى بغيت عطانا واحد الغولاسيون بين هاد الاضلاع كاملين، يعني مثلا بغيت بي سي شوف شنو غنديرو. بي سي او كاري ايغال شوف بي سي او كاري كيمشي يدير هاد لي دو او كاري. شوف ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان دو فواش. شوف انا بغيت بيس بديت ببيس بي سي او كاري، هنا كندير موان دو وكندير برودوي سكالير ديال ا سي فوا ا بي ا سي فوا ا بي. داكوغ دو ميم فاصون الا بغينا مثلا ا بي هادي شنو ندير؟ ا بي او كاري كنمشي لهاد لي كوتي الاخر بجوج غادي نرفعهم او كاري سي ا او كاري بلوس سي بي او كاري موان دو سي ا سكالير سي بي سي ا سكالير سي بي. اي دو ميم فاصون الى بغينا مثلا اسي
هاتي شنو ندير ا سي او كاري شنو تتساوي كناخذ دوك الاضلاع اللي بقاو لينا ب سي او كاري بلس ب ا او كاري ب سي او كاري بلس ب ا او كاري موان 2 فواج ب سي سكالير ب ا ب سي سكالير ب ا شوف معايا ب سي ب سي ب ا ب ا دو ميم فاصون لي زوطخ اي اون بلوس حاجة أخرى مهمة هو أنها ناخد مثلا وحدة في هاد لي تخوا اللي كتبت هنايا ناخدو هادي هاد لي كريتيو راه نقدرو نزيدو نكتبوها كوم سا ا سي او كاي ايكال ا بي سي او كاي بلوس بي ا كاي موان دو وهاد بي سي سكالير بي ان كتبوها باغ ديفينيسيون شناهي راه هي بي سي فوا بي ا فوا كوسينوس ديال اش ديال لونجل لي هي كومبخي اونتخ بي سي و بي ا بسي و بي يعني هاد لونجل هادي يعني نقدر ندير لونجل كوسينوس بي بهاد الشكل هادي لانو بي سي بي ا ها بي فيكتور بي سي هي هادي ياك و فيكتور بي ا هي هادي دونك لونجل لي بيناتهم هي هادي نقدر نسميها انا بي كوم سا ما تتهمناش لوريونطاسيون ديال هاد لونجل داكوغ صافي دونك هاد غولاسيون ولو بيان تيوريم تتنفعنا بزاف باش نلقى الى عندي مثلا ميزور ديال دو دو كوتي في واحد تريونغل ماشي بالضروره يكون قائم الزاويه يعني واحد تريونغل ريكتونغل يمكن لي نلقى لو تروازيام ميزور مي خاص نكون عارف مثلا بغيت نلقى اسي خاص ديجا خاص نكون عارف هاد لونغل بغيت نلقى ونكون عارف لي كوتي الاخرين بغيت نلقى بي سي خاص ديجا نكون عارف هاد لونغل اللي مقابله معاه وعارف لي ميزور ديال الجوج بغيت نلقى مثلا ابي خص ضروري نكون عارف هاد لونغ شحال تساوي و لي ميزور ديال هاد لي دو اي فوالا اون ابلي كون سيت ريلاسيون و اون تروف لا ديسون دونك هادي كتساعدنا باش نلقاو لا ميزور ديال واحد الكوتي ديال واحد تريونغل لي ماشي بالضروره يكون تريونغل ريكتونغ كيف ما بغي يكون تري بيان ابخي غادي نمشيو لشي حويجات لي هما مهمين مهمين اغوتونيغ les ce qu'on appelle les relations métriques. Les relations métriques, c'est mettre half doigt dans l'air comme relations métriques. On a regardé un petit oubli comme à retenir du half doigt. Donc, nous tiens, nous avons oubli qu'on a des figures des parcs. Et là, c'est qu'on a dans l'angle droit A, B, C. On a des H, d'accord. دونك ا روتونير شنو غادي تعطلو وناخذ واحد البوان هنايا هادي فطار دوات ا بريم هادي هي الميليو ديال بي سي ا بريم هيا نكتب هنا ا بريم ميليو دو بي سي داكوغ فوالا دونك شنو هما لي غولاسيون اللي خصهم يتحفظو بخومييغ غولاسيون اللي هي ديال بيتاغور نهضر على هاد التريون كبير Alors, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Adi, t'en as fou à jmé. Relation très importante. Où on a AA prime. Yani, had le médian là-da. AA prime. Fil halem, il tient comme le triangle rectangle en A. Je ne sais pas si. Un demi d'yel. D'yel BC. Yani, nous, d'yel. BC, d'yel had l'hypoténuse had. D'accord? Donc, à retenir. Relation واحدة أخرى نقدر نكتبهم بجوج هادو امبورطون انا باغ اكزومبل بي ا او كاري هاد هادي او كاري شنو تتساوي كتساوي بي اش فوا بي سي بي اش فوا بي سي هادي ا روتونير بي ا او كاري كتساوي بي اش يعني اش راهي البروجيتي اورتوغونال ديال ا سور بي سي بي اش فوا بي سي ثم واحدة أخرى بحالها A C O K ou bien C A O K je vais te dire oui C H fois C B C H fois C B d'accord on peut dire une démonstration projection يعني غير القواعد الاولى ديال البرودوي سكالير المهم هادو نتوما اوتون اللي تيهمنا حنا هو انك تعقلوا ليهم تحفظوهم باش تولوا تطبقوهم باش تلقاو الكالكول ديال لي ديستونس فواحد تريونغل اللي هو كومسا ثم غولاسيون واحده اخرى اوتونير اللي هي شنايا
AH au carré, à la distance ou bien A projeté à la orthogonale, AH au carré égale HB fois HC. HB fois HC. Donc là, nous avons des relations métriques qui touchent deux fois le triangle. Et tu peux voir de moi ça fait rectangle AH sur la projection orthogonale. A prime gagne le milieu de BC. Les relations et travaux qui nous font un bâche pas. Mesure par exemple des distances. D'accord? Très bien. Je ne peux pas aller d'abord faire d'ers. Voilà, théorème du médian. Voilà. Théorème de la médiane. Théorème de la médiane. Donc, بالنسبة للتيوريم ديال لاميديان هادي نعقل عليها الله يعطيك الحفاظة مزيان. هادي كيكون عندنا مثلا واحد السيغمون ا بي و تتكون عندنا واحد البوان اي ميليو ديال هاد السيغمون. داكور دونك واحد البوان ام دون لو بلون فين ما خديتي هاد البوان ام فين ما عجبك ناخدها باغ اكزومبل. هنايا قاعدة عندنا شنو تتقول؟ انه ديما الله يرضي عليك M A au carré plus M B au carré. Je me dis ça. Adi, حفظ هذه المعادلة هذه. Théorème de la médiane. يعني ممكن يعني نعتبر هذا تريونجل قحنا يعني. نعتبره تريونجل باش يبان لنا مزيان وحتى القاعدة نربطها بلا ميديان. شنو تتساوي؟ كتساوي 2 MI au carré plus هادي هاد السيغمون اللي هي اي ميليو ديالها ا بي او كاري سور دو. تحفظ هادي النهار ديالك. شوف ام ا او كاري بلس ام بي او كاري كتساوي دو فوا دو لا ميديان. هذا ممكن ليا نسمي ميديان اون فات. ميديان راه هو اون دوات مي انا نهضر غير على هاد الكوتي هذا هاد لا ديستونس بيان هاد السيغمون اللي هي بين ام وبين الميليو هاد ام اي فوا. دونك m a au carré plus m b au carré qui est 2 m a au carré plus a b au carré sur 2. هادي فوقاش تفيدني؟ بارفوا يقدر يقول لي مثلا اعطيني احسب لي هاد لا ميديان. تيكون عاطيني هادو الاضلاع كاملين تيقول لي احسب لي لا ميديان. دونك الا كنت انا عارف الاضلاع كام بغيت نحسب لا ميديان من هاد الغوراسيون نجبد الميديان. شنو غادي ندير هنا؟ هادي نحول لهاد الجهه اش تولي؟ تولي m a au carré plus m b au carré moins a b au carré sur 2. شتبقى لي هنا 2 ام اي او كاري. هي ابخي شنو ندير؟ ام اي او كاري شنو تساوي؟ هادشي كامل مقسوم على جوج. داكوغ ام اي او كاري تساوي هادشي كامل على جوج. ام ا او كاري بلوس ام بي كاري موان ا بي او كاري سور دو لو تو سور دو. هادي الطريقة كتساعدنا باش او حتى يوم تتساعدني بارفوا الى طلبوا مني نحدد مثلا الميديان ام اي تنحدو بهذا الشكل هذا. ملي تنبقى هذا الشيء اللي كاين عندي هنا راه بخي تندخل الغاصين باش نستنتج ام اي. دونك هي تري تري سامبل ما كاينش صعوبه في هذا الشيء. داكوغ غولاسيون اخرى عندها علاقه بالميديان هي اروتونيك. دونك عندنا هذه الاولى هي خصنا نحفظوها ومن هذه نقدر نلقى هاد الغولاسيون. دونك اللي هو امبورطون هو غادي تحفظها سهلة. ام او كاري بلس ام بي او كاري كتساوي دو فوا ام اي او كاري بلس هاد ا بي او كاري سور دو. ا روتونير هادي تري امبورطون. ثم عندنا غولاسيون وحدة اخرى اللي هي تتهضر على الميديان وخاصنا نحفظوها مهمة هادي بزاف سيرتو في لي كيسيون اللي هما شوية في الخدمة اللي تيطلبوا منا مثلا نحدو لونسومبل دي بوان ام تيل كو فوالا كتفيريفي واحد الغولاسيون اللي فيها هادشي اللي غادي نكتب هنا. الو توجور ام ا سكالير ام بي ام ا سكالير ام بي نقال على هادي مزيان شو تتساوي؟ كتساوي ام اي او كاري موان ان سور كاتر ا بي او كاري. ا روتوني هادي Je répète. MA scalaire MB égale quoi? MI au carré moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 AB au carré. C'est dit, t'as fait de l'air. Nous, ce qui nous intéresse, c'est
انني نكون حافظ هذه القواعد. مزيان تعرف لي ديمونستراسيون ديالهم بجوج بينجا، مي لو بلوز امبورطون هو انك تعرف هاد لي دو غولاسيون، تعرف توظفهم في لي زيكزيرسيس. دونك الله يرضى عليك، هاد الاولى هاد الثانيه ا روتونيغ داكور. اي ابخي ان شاء الله راه غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس اللي ممكن نطبقوا فيها كاع هادشي اللي شرحتنا في هاد الكور. تري بيان. حاجه اخرى نهضروا عليها بالنسبه لا سيرفاس ديال واحد دو تريونغ. مثلا عندي واحد لو تريونغ نسميه مثلا ا بي سي. هاد لو تريونغ مثلا بغيت نحدد لا سيرفاس ديالو. لا سيرفاس ديال هاد لو تريونغ كنحسبوها بهاد الطريقه مثلا، ولكن خصني نكون عارف واحد لونغل. حنا راه عندنا بزاف ديال القواعد كتعلق بلا سيرفاس و بيان لاغ ديال التريونغل، مي باغمي هاد لي ريغل اللي تنعرفو على سيرفاس، واحد الريغل اللي غتشوفوها تسال هادي. انا باغ اكزومبل الا كتنعرف هاد لونغل اس، نقدر نكتبها كتساوي واحد على جوج سي ا. الا كتنعرف هاد لونغل كندير واحد على جوج سي ا فوا سي بي fois sinus ديال هاد لونغل هادي. او بيان الا كتنعرف هاد لونغل هادي شنو ندير؟ ان دومي كناخد ا سي فوا ا بي، يعني هاد لي كوتي ديال هاد لونغل فوا ا بي فوا سينوس ديال لونغل ا. او بيان اس ايغال، الا كتنعرف هاد لونغل هادي شنو ندير؟ كناخد ان دومي توجو فوا كوا le côté de la longueur BA fois BC BA fois BC fois sinus de la longueur هذه sinus ديال B. donc là d'aller comme a dit à retenir نحفظ هذه. d'accord très bien. finalement كاين عندنا واحد الغولاسيون حتى هي يمكن لكم تعقلوا لها، وهي اخر حاجه كاينه في هذا الدرس هذا، هو غولاسيون تتكلم على فوالا هنايا. انا تيكون عندي واحد لو تريانغل داكور نسمي ا بي سي. نفترضوا ان هنايا الميزور ديال ا بي مثلا هو نديرو مثلا سي ياك بتي سي، والميزور ولا ندير انا اكس فار وهنا ايغريك وهنا زد داكور. دونك واحد الغولاسيون تري امبورطون خصني نحفظها داكوغ. شنو هي هاد الغولاسيون؟ كتربط بين لي كوتي و لي ميزيوغ، الميزيوغ ديال لي الأضلاع و الميزيوغ ديال لي زونكل. أنه إلا كانت عندي مثلا سينوس ديال هاد لونكل لي هي سي، على الكوتي لي مقابل معاه شناهو؟ هو أبي، يعني لي ميزيوغ ديالو شحال؟ إكس. شنو تتساوي؟ كتساوي سينوس ديال هاد لونكل أ على الكوتي لي مقابل معاه لي هو بي سي. فهمتوا لي بي؟ افترضوا الميزور ديال مثلا سي ايكال كوا؟ بقات ليا هاد لونكل سينوس ديال بي على الكوتي اللي مقابل معاه اللي هو ا سي، دينا رمصت لي بي ايكغيك. وهادشي كامل شنو تيساوي؟ كيساوي دو فوا لا سيرفاس ديال هاد لو تريونكل. علاش؟ البرودوي ديال لي كوتي كاملين اكس فوا ايكغيك فوا زد، اكس fois y fois z. هذه غولاسيون تحفظ الله عليك، تري امبورطون. بارفوا يقدر يعطيني مثلا هاد لونغل هادي ياك، ويعطيني معاها الميزور اللي مقابل معاها، ويعطيني هاد لونغل هادي وقول لي لقى هادي. دونك تري سامبل، كنطبق هاد القواعد، نستغل هاد القاعده هادي ودغيا نجاوب، غادي نلقى في البلاصه داكشي اللي داير. انا نعطي اكزومبل مثلا بالنسبه لهادي، عندي مثلا ما هذا داكشي الياتوار، ما ناخذو ا بي سي. نفترضوا مثلا هنا عندي بي على 3 ولا بي على 6 داكور. نفترض عندي هنايا جوج، ونفترض مثلا عندي هنايا بي على 4 داكور. انا هنا عندي بي على 4 نكتب لداخل، وبغيت انا نلقى ا بي، ا بي تنقلب عليها. دونك انا شنو نجي نكتب؟ دي قاعده عندنا، اون سينوس ديال بي على 6 سور 2 ايغال كوا؟ ايغال سينوس ديال بي سور 4 سور ا بي. قاعده دي عندي،
ولا اوليو باش نكتبهاك باش الامور تكون نظمه. شنو نجي نكتب؟ نكتب سينوس ديال بي، تنهضر على لونجل سور 2 سور اسي اللي هي 2، اي نكتب سور اسي بعدا ايغال كوا سينوس ديال سي على اب. هادو فقط هما اللي محتاج انا، حيت انا باغي نلقى اب. اذا ماشي بالضروره نكتب هادشي كامل، كتبت غير داكشي اللي غادي نحتاج. ابخي سينوس ديال بي غادي نعوض، شنو تولي عندي؟ سينوس ديال بي هي سينوس ديال بي على سيك على اسي اللي هي 2، و سينوس ديال سي هي شناهي؟ سينوس ديال بي سور 4 على ابي اللي هي تنقلب عليها. سينوس ديال بي على سي الى حسبنا راه هي 1 على 2، دونك تولي عندي 1 على 2 علاش على 2 ايكال، و سينوس بي على 4 هي غاسين 2 سور 2 لو تو سور ابي. ابخي شنو يولي عندي هنايا؟ هادي الا ضربناها في المقلوب ديال هادي تولي 1 سور 4 على فان، وهادي الا ضربناها في المقلوب ديال هادي تولي غاسين 2 سور 2 ابي. دابا الا بغيت نلقى ا بي شنو ندير؟ نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، دونك شتولي عندي 2 ابي فوا 1 سي 2 ابي، و 4 فوا غاسين 2 سي 4 غاسين 2. اي ابخي الا بغيت نلقى ا بي دابا شتولي 4 غاسين 2 سور 2، 4 غاسين 2 سور 2، واحد 4 راه هي 2 فوا 2 واحد 2 تمشي مع 2 تولي عندي هي 2 غاسين 2. صافي ساليت، انا لقيت ا بي. تخي سامبل، ما كاينش شي صعوبه في هذه القاعده تري امبورطون، نعقلوا عليها مزيان. دونك انا شنو حاولت ندير دابا في هذا الدرس هذا؟ حاولت نلخص لكم اهم الحويجات. حاجه اللي نسيت ما هضرتش عليها غادي نهضر عليها بوجه على ونكلفكم الارض عليكم تعقلوا عليها، وخاصكم تعقلوا عليها داكوغ. كنت هضرت قبيله على تيوغرام ديال الكاشي داكوغ، ا بي سي، وقلنا مثلا الا بغينا بي سي بغينا نحسب بي سي، دونك شنو تندير؟ بي سي او كاري شنو تتساوي؟ هاد الاضلاع اللي بقاو ليا او كاري، ا بي او كاري بلوس ا سي او كاري موان دو فوا ا بي سكالير ا سي، ا بي سكالير ا سي. يمكن ليا من هاد الغولاسيون نعطي واحد الطريقه اخرى الا بغيت نحسب برودوي سكالير مثلا ديال دو فيكتور كاينين في واحد تخيونكل. تخيل مثلا هادي هاد لو تيرم غادي نجيبو لهاد الجهة، غنحولو للجهة لاخرى شنو يولي؟ دو فوا ا بي سكالار ا سي، ياك شنو يبقى هنا؟ تبقى ا بي او كاري بلوس ا سي او كاري، و بي سي او كاري نحولو للجهة لاخرى تولي موان بي سي او كاري. يا بخي شنو غندير؟ غتولي ا بي نضربو هنا في ان دومي وهنا في ان دومي، إلا ضربنا في واحد على جوج، جوج غتمشي مع جوج، غتبقى ليا غير ا بي سكالار ا سي، و فهاد البلاصة تولي واحد على جوج مضروبة فاش؟ A B au carré plus A C au carré moins B C au carré. Donc, احنا من خلال التيوريم ديال الكاشي قدرنا نلقاو واحد الطريقه اخرى باش يمكن لينا نحسبوا مثلا برودوي سكالير ديال A B فوا A C. دونك ممكن تعطيني انا واحد تريونغل كوم سا، يعطوني غير لي ميزور ديال لي كوتي. انا الا بغيت ندير A B سكالير A C نستعمل القاعده اللي فيها الكورس اللي هي دايره هاك A B سكالير A C. الو خصني ندير ا بي فوا ا سي فوا كوسينوس ديال لونغ اللي بين اللي هي الكوسينوس بي ا سي. انا ما عطيتش، الا ما عندكش هاد لونغ دونك مشكله، دونك هادي ما تعطيني حتى شي نتيجه. اذا خصني طريقه اخرى. هادي طريقه مزيانه، علاش؟ لانه في هاد الطريقه حنا ما كنهضروش على لونغ كاع، يعني نسي فين نكون عارف مثلا. غير تخيل هنا عندك 3 هنا 5 هنا 7، هنا بغيت نحسب ا بي سكالير ا سي، الامور ولات ساهله. ان دو مو نعوض ا بي و ا سي و بي سي بي بلي ميزيور ديال وانا لقيت ا بي سكالير ا سي بلا ما نحتاج ان نكون عارف واحد واحد لونغ خصني نشوف كتساوي. دونك هادي الله يرضي عليكم اغوتونيغ وسهله في الحفظ ديالها. ا بي سكالير ا سي كنديرو ان دو مي ا بي او كاري بلوس ا سي او كاري موا الضلع اللي بقى لك بي سي او كاري. داكوغ، عندي مثلا بي ا سكالير بي سي، بغيت ندير هاد القاعدة نطبق انا في هاد البرودوي سكالير في هاد لو تخيون، شنو تندير؟ امور ساهلة، لا سي تخي سامبل. ان دومي كنبدا بيا هاد بي ا، ونزيد نبدا عاوتاني هاد بلوس بي سي او كار، وندير موا داكشي اللي بقى ليا. شنو الضلع اللي بقى ليا؟ راه هو ا سي او كار، ا سي ونديرو ا سي او كار. فوالا، دونك هادي تاهي اغوتونيغ تعقلو عليها النهار تاني. دونك انا دابا حاولت نلخص لكم الكور كامل. البلوس امبورطون في هذا الكور هو هادشي اللي هضرت لكم عليه دابا، نبغيكم تحفظوه داكوغ.
Je crois que nous allons essayer de faire l'application FIFA et après nous allons faire des exercices que nous allons faire avec vous, Inch'Allah. Donc, des applications comme ça, voilà. Nous avons AB, un triangle ABC, nous avons AB égale 5, AC égale 4, BAC égale BC 3. Nous allons faire AB égale AC. Donc, on va faire par définition, nous allons dire AB fois AC fois cosinus. Nous allons dire l'angle libéral AB ou AC, nous allons écrire comme ça, AB. بوان فيرغول اس نقدر نكتبها بحال هكا. وهاد لونغل الى درت الى تراسيت غير واحد الشكل مثلا ا بي ها ا بي ها ا سي غادي تبان لي راه هي لونغل بي ا سي. دونك نقدر نجي ندير انا غير بي ا سي كوم سا، اما نكتب هاد ليكريتي ولا هادي. ملي تنكتبها كتولي امور واضحه، بي ا سي ديجا عاطينا ليا صافي. هنا تنعوض شنو تولي عندي ا بي راه هي 5، ا سي هي 4 فوا كوسينوس ديال بي على 3. Cosinus de pi à la 3 est 1 à la 2. Donc, tu lis 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 1/2, il y a 20 sur 2, il y a 10. Donc, c'est l'inverse. Donc, produit scalaire, en fait, c'est un nombre réel. Nous avons l'application. On dit ABCD est un rectangle. Donc, on a AD 3, on a DC 6, on a DM égale à 2. طالب مني نحسب دي ا سكالا دي سي. فين دي ا؟ هاد دي ا هاد دي سي. شوفوا دي ا كيديرو، شوفوا دي سي، هادو بيربوندكولير. دونك غنكتب ديريكتومون زيرو ونجي نكتب جوستيفيكاسيون، كار دي ا راه بيربوندكولير ا دي سي. دي بي سكالا دي سي، فين دي بي؟ هاد دي بي هاد دي سي. اذا هاد دي بي فين هي؟ اذا لجيت ندير دي بي فوا دي سي في الكوسينوس ديال لونغ اللي بين دي بي ودي سي ليا، يعني انا هاد لونغ ما عنديش، وبالتالي هاد لا ديفينيسيون ما غاديش تنفعني باش نلقى برودوي سكالير. نقدر نستعمل لا ديفينيسيون الاخرى اللي عندها علاقه بالبروجيكسيون. ندير بروجيكسيون سور دي سي. دي بي الا درت لها بروجيكسيون سور دي سي غادي تكون هي دي سي، لان البروجيكسيون ديال بي سور دي سي هي سي. دونك شنو نقدر ندير؟ دي بي راه هي نغومبلاسيها بالدي سي، و دي سي راه هي الويمي، غتبقى هي هي، لانو اصلا دارت البروجيكسيون ديال هاد لي دو فيكتور، دارت بروجيكسيون سور دي سي. دونك دي سي غادي تبقى، و بروجيكسيون ديال دي بي سور دي سي راه هي دي سي. شوية يولي عندي دابا، غتولي عندي هي دي سي او كاري. حنا كنا هضرنا في واحد القاعدة انه متى تكون عندنا فيكتور او كاري هاد الفلاش نقدرو نحيدو. دونك نقدر نكتب غير دي سي او كاري. اي دي سي او كاري شحال تتساوي دي سي؟ راه هي 6، غتولي 6 او كاري سي 36. دونك امور تخي سامبل. نمشي لام سي سكالار ام ا. ها ام سي ها ام ا. حتى هنا ما عندناش لونغل اللي بين ام سي و ام ا. دونك حتى هنا نديرو بروجيكسيون، نديرو بروجيكسيون على هاد لا دوات. دونك ام سي غادي تبقى، و ام اكس بروجيكسيون ديال ا سور ام سي راه هي دي. دونك تولي ام سي سكالار ام ا غادي نعوضها ب ام دي. شو اللي تيبان عندي هنايا؟ ها ام سي و ها ام دي دو فيكتور كولينيير ما عندهمش ميم سونس. دونك نجي ديريكتومون ندير موان ونحيد الفلاش. هادشي كنا هضرنا عليه هذا. اما كون كان عندهم ميم سونس ما تنديروش هاد الموان، ومن بعد تنعوض ام سي شحال هي 2 و ام دي شحال. دونك شتولي موان 2 فوا فوا ام دي. ام دي بلاتي ام سي غتكون هي 4، لانه غتكون 6 موان 2. ام سي راه هي 4. دونك هي ام سي 4 و ام دي شحال؟ ام دي راه واضحه هي 2. دونك فوا 2 غتولي موان 8. بون سي فيني. ا بي سكالار دي سي فين ا بي؟ ها ا بي و ها دي سي. هنا تيبان لي دو فيكتور سون كولينيير، غتبقى ا بي فوا دي سي. نقدر نحيد هاد الفلاش وتبقى ا بي فوا دي سي. او بيان كاين اللي غادي يشد ا بي غادي يخليه دي سي، يمكن لي يعوضها بفيكتور ا بي، لانه لي دو فيكتور سون تيغو. دونك تيبقى ليكم الاختيار. انا شنو بان ليا؟ بان ليا ا بي و دي سي سون كولينيير، علاش؟ انهم متوازيين وعندهم ميم سونس. دونك نقدر نجي نكتب سولمو ا بي فوا دي سي. يا بخي ا بي شحال تتساوي؟ راه هي 6 و دي سي تاهي 6، لانه هذا ريكتونغل لي دو كوتي اللي تيكونو اوبوزيت تيكونو متساوي. دونك 36. دي ام سكالار بي سي فين دي ام؟ هاد دي ام ها بي سي. شوف دي ام و بي سي سون بيربونديكولير. دونك غنكتب زيرو، كار دي ام راه بيربونديكولير بي سي. شوف فيكتور دي ام بي سي ب
puisque direction la perpendiculaire à la droite perpendiculaire donc quand on a dedans 0 AD scalaire CB fini AD fini CB voilà là غادي تكون عندنا moins AD fois CB علاش لان AD شوفوا flèche ديال AD وشوفوا CB هادو deux vecteurs collinaires mais ma عندناش même sens مادام ما عندهم sens نكتب moins هنا تنحيد لي flèche ونكتب seulement AD fois CB نعود AD شنو تتساوي 3 و CB شنو تتساوي ايضا حتى هي 3 دونك تولي عندنا موان 9 دونك سي فيني تخي سامبل هادشي هنايا قال لي اون كالكول بي سي عطاوني تريونغل بحال هكايا شنو تيبان لي في هاد التريونغل مثلا قال لي بي سي وانا عندي لونغل اللي مقابله مع بي سي وعندي هاد لي كوتي الكاش مباشرة وملي تيعطاني يقول لي كالكول بي سي في واحد التريونغل اللي ماشي ريكتانغل ديما نفكر في الكاش بخامير شوز نقدر نفكر فيها هي الكاش دونك شنو ندير هنا بي سي او كاري شنو تتساوي ناخذ هاد لي كوتي اللي بقاو ليا ا بي او كاري بلوس ا سي او كاري موان دو فوا برودوي سكاري انا نكتب ديريكتومون بلا برودوي سكاري حتى داك برودوي سكاري تا هو نحسبو دو فوا ا بي فوا ا سي فوا الكوسينوس ديال ا صافي رومبلاسي ابخي من بعد يبقى لينا داكشي غير كالكول داكوغ نتوما تكملو L'air d'yel le triangle ABC. S tatsawi. 1 demi. Kanhtar, kanhkalib ala wach andi chez angle ene. Andi ad l'angle ene. Donc, chno adi dir. Ankhdem bad l'angle. Alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullah, rabbal alamin. Donc, ankhdem bad l'angle. Donc, kanshed had li koti dir had l'angle. Kandrabam ma wadiyatu. AC fois AB. AC fois AB fois sinus de l'angle libinette. Lia A. Et après, je remplace. Ouah, le jour. Fois AC, je halie 2. Fois AB, raye 3. Sinus de B sur 4. Ça fait, je remplace. Je t'imagine. Je halie 3. Sinus B raye racine 2 sur 2. Ça fait tous les 3 racine 2 sur 2. C'est fini. D'accord? Donc, chers élèves, merci infiniment. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec d'autres vidéos sur cette. Ce chapitre, d'accord? Et Inch'Allah, on se retrouve pour ça. Ahsan Nadi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.